نقاش حول الدخول في سجون الاحتلال وتضرب عن الطعام والغموض، شو حكمه؟ هذا جاوبنا عليه قبل العصر وبعد العصر السؤال، لكن اخواني في الله نجيب على ذلك. اولا اليهود لعنهم الله هم اهل بهت وكذب، فكثير من الحالات اللي بيقولوا فلان مات بسبب الاضراب يكون قد مات وهم قتلوه، وبتحججوا انه اضرب وما اضرب وما شابه، وهو كذب بكذب. اثنين، انه اسلوب الاضراب عن الطعام والشراب حتى نحقق الهدف هذا مش وارد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الشرع ولا في الدين، لكن إذا كان في صورة ضيقة واضطر إليها الشخص ليعلن عن شيء ويوصله إلى أقوام من غير ما يترتب عليه لا هلاك ولا موت ولا ضرر، وكان الأمر لفترة قصيرة ولضرورة، فعندها جائز لا حرج في ذلك. أما ما يذاع أنه فلان امتنع حتى مات وما شابه فأنا لا أقتنع بهذا الكلام، وأنزه أي مسلم يوحد الله أن يقتل نفسه تحت حتى يقنع اليهود أن يغيروا. اليهود إيش بدهم يغيروا؟ يهود هذول بدهم يغيروا؟ هؤلاء أهل البهت والظلم والكذب وافتراء. لكن احنا شو بعرف فلان اعطوه ابره بقول له ميت فاقد الوعي وبقول لك هيو مضرب عن الطعام، ما هو من قتلتوه، ولا حول ولا قوه الا بالله. فبالتالي هذه اساليب ليست من ديننا ولا من شرعنا، وكل ما ينسب لفلان وفلان ليس الا هو بهت وافتراء وكذب. واذا ثبت، حتى لو ثبت، نقول هذا شخص يصيب ويخطئ وبشر، لا أنه اتخذ قاعدة شرعية. ومع ذلك نسأل الله أن يرحم جميع موتى المسلمين سواء في السجون أو في غير السجون، ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتقبل من الجميع ما قاموا به خالصا لوجهه جل في علاه.